بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي. شرح اليوم مشيت الله تعالى عن طريقة معرفة هل نسخة الويندوز أصلية أم غير أصلية، ومعرفة نوع الترخيص لنسخة الويندوز هل هو OEM أو ريتيليال أو فوليوم، والفرق بين الأنواع الثلاثة للترخيص. يعني لو عندك نسخة الويندوز أو تعرف إذا كانت نسخة الويندوز أصلية أو غير أصلية فتابع معنا الفيديو حتى النهاية. أولا اوضح لحضراتكم ايه الفرق بين نسخه ويندوز او اي ام والريتيليال والفوليوم عشان نبقى عارفين بس ان احنا بنتكلم في ايه. اولا نسخه الاو اي ام وهي اختصار لاوريجينال اكويبمنت مانوفاكتور او شركه التصنيع الاصليه، وهو عباره عن السيريال للتفعيل الذي تحصل عليه الشركات المصنعه لاجهزه الكمبيوتر الخاصه بها مثل شركه ديل او اتش بي او اسوس وغيرها من الشركات. كل شركه من هذه الشركات تحصل على سيريال تفعيل خاص بها اللي تستخدمه على الأجهزة المصنعة لها، ويكون هذا النوع موجود على الأجهزة الأورجنال عند شرائها. يعني لما تشتري جهاز أورجنال بيبقى موجود السيريال ده الـ OEM موجود على النسخة الويندوز اللي جاية مع الجهاز، ولا يمكن استخدام ترخيص OEM لتنشيط أي ويندوز آخر، حيث يتم تصميم هذه النوع من الترخيص ليكون مرتبط بجهاز واحد فقط. يعني ما ينفعش تاخد مفتاح التنشيط جاي مع الويندوز الاو اي ام وتنشط بجهاز اخر. اما النوع الثاني وهو الريتيليال او اختصاره اف بي بي، وهو الترخيص الذي تحصل عليه عند شراء احد نسخ الويندوز من متجر مايكروسوفت. يعني نسخه الريتيليال دي انت بتشتريها لما تشتري نسخه ويندوز من شركه مايكروسوفت، فبيكون السيريال او الترخيص ريتيليال. والنسخه الترخيص الريتيليال على العكس من نسخه الاو اي ام، فان السيريال الخاص بهذا الترخيص وهو الريتيليال يمكن استخدامه لتفعيل او تنشيط نسخة ويندوز اخر على جهاز اخر، بشرط انك تقوم بالغاء تنشيط الويندوز من الجهاز القديم، وبعد كده تقدر تنشط الجهاز الجديد بنفس رقم السيريال. اما النوع الثالث وهو الفوليوم، وهو الترخيص الذي تحصل عليه الشركات او قطاع التعليم او المؤسسات الحكومية، حيث تحصل هذه الشركات او المؤسسات على سيريال واحد لتفعيل جميع الاجهزة لديها. يعني الشركة عندها عدد كبير من الاجهزه، فمش هتشتري بقى لكل جهاز سيريال لتفعيل الويندوز اللي عليه، بتشتري سيريال واحد لتفعيل كل الاجهزه الموجوده لديها. ده كان الفرق بين نسخ الويندوز الـ OEM والريتيليال والفوليوم. نبدأ على ورقة الله، ازاي اعرف نسخة الويندوز اصلية ولا غير اصلية؟ الخطوة الاولى اضغط على قائمة ستارت واروح على سيتنج، وبعدين اروح هنا على ابديت اند سكيورتي، واروح هنا على اكتيفيشن، فلا هنا اكتيفيشن، فانا ويندوز از اكتيفيتد ويز ا ديجيتال لينسز. كده الويندوز متفعل برخصه رقميه، يعني كده النسخه اللي عندي نسخه اصليه. والطريقه الثانيه لمعرفه هل نسخه الويندوز اصليه ام غير اصليه، هنروح على اقوله البحث وهنكتب هنا سي ام دي، وبعدين نضغط هنا على ران از ادمنستريتور او تشغيل كمسؤول، تظهر رسالة، بضغط على يس، وهنا بضع هذا الأمر. سوف أذكر حضراتكم هذا الأمر في أسفل الفيديو slmgr.vbs ومسافة وسلاش وxbr، وبعدين أضغط على إنتر فبتظهر معي هذه الرسالة. فهنا بقول لي this machine is permanently activated، يعني مفعلة، فكده يبقى عندي نسخة الويندوز أصلية. لكن لو ظهر عندك تاريخ لانتهاء تفعيل نسخة الويندوز فتعرف ان نسخة الويندوز مش أصلية. دي الطريقتين اللي نعرف فيهم اذا كانت نسخة الويندوز أصلية ولا غير أصلية. لمعرفة نوع الترخيص هل هو OEM او Retail او Volume، هنروح على CMD فأكونت البحث واكتب هنا CMD، واضغط هنا Run as Administrator او تشغيل كمسؤول، تظهر رسالة، بضغط على Yes، وهنا بضع هذا الامر slmgr.vbs/del، وبعدين اضغط على Enter فبتظهر معنا هذه الرسالة. فهنا زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي Description Windows R Operating System Retail Channel، انا عندي نسخة الويندوز Retail، وانت ممكن هتبقى عندك OEMA او Retail او Volume. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، اتمنى ان يستفيد الجميع من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله.